هنتعلم مع بعض النهارده ان احنا نعمل ازاي قوالب السيليكون رابر من الصلصال الحراري بتاعنا، بمعنى اخر ان هو من الديزاين بتاعك وهيبقى مميز لشغلك انت وبس. انت هتعملي قطعه الصلصال وتعملي لها القالب اللي هيفيدك في كل الاوردرات، هيفضل شغلك مميز بس كمان هيوفر لك وقت وهيوفر لك مجهود. بس مش اي قطعه نقدر نعمل لها قالب، لازم شروط معينه ونصايح معينه. كملي معايا الفيديو عشان تعرفي كل التفاصيل. معاكي تسبيح، وتعالي نشوف ايه الحاجات اللي احنا هنحتاجها دلوقتي. القطعه اللي قدامكم دي الشكل البومه دي انا عاملاها من صلصال حراري ومستويه، جاهزه ان انا اشتغل عليها القالب وكمان العربيه والقلوب اللي قدامكم. كمان معايا مجموعه من القطعات الحديد، العلبه بلاستيك، الحاجات دي نقدر نستخدمها علشان نشكل بيها القالب. كمان فيري، فيري ده غسيل الاطباق، عشان بس ناس كتير مش عارفاه، هو صابون غسيل الاطباق. اوكي، ومعايا السيليكون، وانا حاطاه بالمنظر ده لان انا السيليكون بتاعي منتهي الصلاحيه، فانا مخففاه. فالمهم ان نتيجة السيليكون الفريش اللي انتوا بتجيبوه في وقت الصلاحية بتاعته نتيجته افضل بكتير واسهل كمان في الاستخدام. ومعانا المصلب بتاعه كمان، شايفين بقى الشيت دي عبارة عن ورقة ستيكر شفاف بيطبع عليها في البرينتر عادي، بس انا ما بستخدمهاش كده، انا بستخدمها بغرض لو انا عايزة اصب عليها حاجة رزن تطلع بتلمع، او عايزة اعمل قالب. ولو ما عندكمش ده تقدروا تستخدموا، عارفين الفايل بتاع الورق بتاع المدارس تقدروا تستخدموه كمان. شايفين البومة شكلها عامل ازاي؟ انا عملت البومة دي عشان اعمل عليها القالب مخصوص، وحطيت لها العينين علشان خاطر، بس انا مش مثبتة العينين بلزق ولا بصلصال سائل ولا حاجة، حطيت لها العينين عشان خاطر القالب كمان يبقى محفور في مكان العينين دي. خلاص، تعالوا نشوف بقى ايه القصة، او نقدر نختار القطعة بتاعتنا ازاي. شايفين المج اللي قدامكم دوت؟ المج ده يا جماعة ان شاء الله هينزل لكم في فيديو بس قدام شوية، هتعرفوا تفاصيله، هتعرفوا المعلقة دي معمولة وش وظهر ازاي، كل ده هتعرفوه ان شاء الله في الفترة الجاية، هينزل لكم فيديوهاته. تمام، بس انا كنت عاوزه اعمل لده قالب، ما ينفعش اعمل له قالب ليه؟ لان هو واخد الكيرف بتاعه اوريدي، ان هو استوى على المج زي القطعه اللي قدامكم دي، هي مش نايمه على الورقه، فانا ما ينفعش اصب عليها سيليكون، لازم تكون زي البومه اللي انا عملتها مسطحه بحيث ان نقدر نلزقها على الارضيه ونصب عليها السيليكون. حاجه كمان يا جماعه، كان ممكن اعمل بومه لابسه كل اللبس دوت واصب عليها، بس انا ربطت نفسي كده ان انا هشتغل على القطعه دي باللبس ده بس. لا، الصح ان انت تعملي قالب للبومه وتبداي تشتغلي عليها اوردراتك بقى، كل بومه واللبس حسب الاوردر. يعني احنا عندنا البومه خلصانه اهي، ونبدا احنا نلبسها بقى. انا هشتغل معاكم كمان العربية دي، بس كان الافضل طبعا تبقى العربية من غير العينين علشان احنا برضو نقدر نشكلها وقت التنفيذ. خلاص، دي الاشكال اللي احنا هنستخدمها والورقة، وكمان هستخدم مادة اللزق دي. لا عندكم بقى اوه ولا عندكم اي لزق، الموضوع ده يرجع لكم. الفكرة كلها بس انا علشان نمنع السيليكون يعدي تحت الشكل، ولنفترض ان السيليكون عدى تحت الشكل عادي يا جماعة، بتقص بالمقص ما بيعملش ازمة، فاهم يعني؟ اللزق ده مش ازمة كبيرة. اوكي، دلوقتي انا بشوف القطعات المناسبة اللي هتاخد معايا الشكل في نفس الوقت، يكون حوالي جزء كافي من السيليكون، وما يكونش برضو بنهدر السيليكون بتاعنا ان قالب كبير قوي عشان جواه عربية صغيرة. لا، لازم برضو نفكر في الموضوع ده. تقدروا تستخدموا اكتر من حاجة علشان تعملوا القالب، ممكن القطعات زي ما انتوا شايفين كده، ممكن كمان العلب البلاستيك تقصوها من تحت وتستخدموا القاعدة بتاعتها من فوق عشان تبقى متقفلة معانا حلو، ممكن تستخدموا حتى البلوكس اللي هي المكعبات بتاعت الاطفال علشان خاطر تجمعوها وتعملوا في الوسط مثلا مستطيل، مربع، حسب الشكل اللي انتوا عاوزينه. فممكن افكار ده، حتى ممكن كرتون، يعني ممكن افكار كتير تقدروا تصبوا فيها. دلوقتي انا احط اللزق بتاعي على ظهر الاشكال واحطهم. الاشكال بتاعت العربيه والقلوب دي جواها المسمار، فانا مش عايزه اشيله الصراحه، فما عنديش مشكله. انا بعد كده لما هصب في القالب هعمل فيه استئصال حراري، اقدر اقطع الحته اللي جت مكان المسمار دي، مش هتأثر معايا. خلاص، هحط لزق كمان في ظهر البومة، وبعد كده هثبتهم على الورقة بتاعتي. وعشان كده يفضل دايما ان انتوا تشتغلوا حاجات مسطحة قبل ما تحطوها على التسوية وانها تبقى كيرف. مجرد انها بقت كيرف بقت صعبة، رغم ان انا كنت بفكر ان انا اشتغل على الكيرف وان انا احط لها صلصال واسويها، بس لقيت الموضوع ده هياخد مننا سيليكون زيادة. افضل حاجة ان انتوا تشتغلوا على قطعة مستوية. خلاص،
بصوا انا جبت بقى الفيري وحطيت نقطتين كده على ايدي وبدات امسح الشكل، امسحوا الشكل كله ما تسيبوش فيه اي ترطوفه، علشان لو سيبنا اي حته ما جاش عليها الفيري كل دوت هيمسك في السيليكون وكمان هيبوظ لنا الشكل. خدوا بالكم من حاجه، ان البومه دي انا مش عايزه ابوظها لان انا اوريدي هكمل عليها شغل، ممكن اعمل عليها ميداليه، يعني مش بعيد في يوم من الايام تلاقوني منزله لكم فيديو ان انا بشتغل عليها ميداليه وهلبسها واعملها كل حاجه. نقدر نلبسها حتى هي بعد ما استوت نلبسها بالصلصال السائل ونبدا نحط اللبس بتاعنا عليها وكل حاجه تمام. فعشان كده لازم تغطوا الشكل بتاعكم بالفيري كويس قوي عشان تضمنوا ان هو يفضل سليم ما يحصلوش اي حاجه. خلاص ونضفت الارضيه بتاعت الورقه حواليهم علشان ما يكونش فيه فيري كتير، وهبدا احط القطع بتاعتي. مهم يا جماعه ان احنا نقفل على القوالب بتاعتنا. حلو، فانتوا ممكن تقفلوا بالمسدس الشمع، ولو ما عندكمش مسدس شمع او يعني لسه بقى هتقعدوا تسخنوا مسدس الشمع، انا صراحه شايفه فكره الصلصال الحراري تمام وحلوه جدا، حتى لو يعني انا عدى معايا انا حاجه بسيطه بس لان انا ما كنتش مقفلها حلوه قوي، بس حتى لو عدى منكم حاجة بسيطة بتتقص يا جماعة مش أزمة خالص. إنما أنا مخلية عندي قطع من الصلصال أو بواقي مخلوطة من الصلصال، لما بعوز أقفل على قالب في الريزن أو قالب في السيليكون في الصلصال في السيليكون رابر عادي بستخدمهم، فانا مخصصاه للموضوع ده. طبعا مش بعد ما خلطناه بقى مع السيليكون رابر او جه عليه سيليكون او جه عليه فيري او جه عليه اي حاجه نروح احنا واخدينه ومشكلين بيه شغل وندخله في فرن كده، لا احتمال يتاثر او يبوظ، فافضل حاجه ان انت تخليه مخصص للموضوع ده. احنا دلوقتي جهزنا القوالب بتاعتنا، عايزين بقى نصبها. اللي قدامكم ده يا جماعه عباره عن 200 جرام من السيليكون، خلاص هنحط عليه من المصلب 2 سنتي و3 من عشرة. خدوا بالكم ان في الشتاء المصلب بيزيد حاجة بسيطة شوية علشان خاطر وبرده كل واحد ينشف يلتزم اسرع بنوع معاه. النوع بتاعه كل نوع مثلا بالنسبة بتاعته بتاعة الخلط، خلاص. وطبعا يا جماعة السيليكون رابر نقدر نلونه، بس خدوا بالكم ما تلونهوش بألوان كحولية وتبقوا شغالين، لأن أنا عملت تجربة كده، كنت شغالة على قالب على كوستر من الريزن ورحت حاطة ألوان كحولية وللأسف لون الكوستر اتغير، فخدوا بالكم من النقطة دي جدا. فممكن تلونوه مثلا بألوان أكريليك أو مايكا، أو ما تلونوش خالص، يعني الموضوع يرجع لكم. خلاص أنا هنا بقلب وقلبه حلو جدا جدا، لو في جزئية يا جماعة ما اتخلطتش هتلاقوا جزئية نشفت وجزئية ملزقة، فمهم جدا ان احنا نقلب. يعني بصوا قلبوا، هاتوا الجناب وبعدين زقوا من فوق لتحت وشقلبوه، يعني شقلبوه. يمكن عارفين ساعات برضو بيحطوا الالوان علشان يتأكدوا لما يلاقوا اللون اندمج حلو قوي يبقى خلاص كده السيليكون بتاعهم اتخلط حلو. بصوا اللي احنا بنعمله ان انا بصب بشويش، ما تصبوش بسرعة، بصبه بشويش ونحاول، يعني شايفين انا بحاول اوزع السيليكون بحيث ان هو يدخل في كل الخروم والمسام والاشكال اللي انا عاملاها في البومة. انا عايزة اجيب التخطيطة بتاعت وشها دي معانا، وطول ما انا شايفة البومة لا انا عايزة اغطيها، انا عايزة فوق البومة يبقى فيه طبقة من السيليكون كويسة، ما يبقاش الشكل مسطح. خلاص وزي ما انتوا شايفين انا حطيت اهو، هوقف هنا واروح املأ القالب التاني وارجع اكمل في القالب ده. خدوا بالكم من حاجة، ان انتوا لما بتحطوا المصلب المفروض بقى تشتغلوا ما تسيبوهوش ان هو يتقل علشان ما يكلكعش ويبقى السطح بتاعكم مستوي وحلو. خلاص القلب اتملى بسرعة قوي لانه طبعا صغنطوط، هطلع الباقي واحطه في القالب وهنبدأ بقى عملية ان احنا نطلع البابلز. مهم جدا 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 ان انتوا تطلعوا البابلز من الشكل، لان لو البابلز دي فضلت جوه يا جماعة هتأثر معانا، هيطلع مثلا جنب البق بتاع البومة مثلا في حفرة، دي معناها ان في بابل، جنب العين في حفرة يبقى معناها كان في بابل، فمهم جدا ان احنا نطلع البابلز. بصوا الطريقة دي ان احنا بنقعد نشيل حاجة ونخبطها كده بتطلع معانا البابلز. ممكن كمان لو حاطين جنبها خلاط، لو يعني انا حتى ساعات كنت اقعد اخبط انا على الترابيزة جنبها وبالخلة كده البابلز اللي بتطلع فرقعوها. وهي التخبيطة دي الصراحة اللي هو تشيلي القوالب، عشان كده تبقي حطاهم على حاجة تشيليهم وتخبطيهم تشيليهم وتخبطيهم، بتطلع بابلز كتير قوي وحلوة قوي، والنتيجة الصراحة كانت تحفة، ما طلعش معايا الحمد لله ولا بابلز في الشغل خالص. خلاص بعد كده بقى نسيبها تنشف، وموضوع النشفان بيرجع للجو وبيرجع للنوع وبيرجع لتفاصيل كتير قوي، فانا مش عارف اقول لكم الوقت قد ايه، بس هو فرنج اليوم وممكن اقل.
خلاص، وبيرجع برضو لكمية المصلب اللي انت حطيتيها ممكن تبقى مقصرة ان التصلب يبقى اسرع. خلاص شايفين بقى انا قعدت خبطت عليها كتير قد ايه، وما زال ان في بابلز بتظهر على الوش. خلاص القوالب يا جماعة سهلة جدا وبسيطة خالص، وبتطلع معاكم نتائج حلوة قوي، وبالذات لو انتوا جايبين النوع فريش وحلو. ومهم جدا ان انتوا تشوفوا التاريخ بتاعه، لان عادة كل انواع السيليكون بتقعد سنة صلاحية، بعد السنة دي بتتقل. وانا عملت فيديو عن موضوع التقلان، بتتقل وبيبقى وقتها الشغل بيها صعب. فانتوا مهم ان انتوا حاولوا تجيبوا في اول السنة، يعني يبقى قدامكم كام شهر، لان الواحد برضو مش هيجيب الكيلو وروح على طول صب وقوالب. خلاص زي ما انتم شايفين هبدأ اشيل الصلصال، وبعد كده اطلع القطع هتطلع بمنتهى السهولة، ونقصقص بقى الاطراف بمقص كده. وامسكوا بقى ايه الاطراف دي، قصقصوها بشويش، هتلاقوها رقيقة وبتطلع يا جماعة في ثواني، ما فيهاش اي مشكلة خالص. ولو كمان جبتوا مقص صغير يطلع معاكم النتيجة افضل، عشان يبقى الفينش بتاع القالب حلو ليكم انتوا. يعني احنا انا اوريدي بعمل الموضوع دوت قوالب ليا، مش بعمل عشان ابيع بس، في الاخر القالب برضه بيبقى شكله حلو، بيفتح النفس جدا على الشغل. بس هجيب بس منديل وامسح بيه. شايفين بصوا القطع طلعت معايا بسهولة خالص، والتفاصيل كلها جوه هوريها لكم دلوقتي، بس انا سرحت شوية علشان المرحلة بتاعت القص دي. زي ما قلت لكم ان حتى لو في بعض من السيليكون دخل يا جماعة تحت الشكل، سهل جدا ان هو يتقصص. شايفين التفاصيل بتاعت العربية ظاهرة ازاي، بالعينين بالبق بالكاوتش بكل حاجة ظاهرة. فالصراحة دي فكرة حلوة جدا علشان تعملوا قوالب خاصة لشغلكم. طبعا هو في سيليكون قافش في الحلقات بتاعت المسمار، بس عادي جدا زي ما قلت لكم ان هي في وقت ما احط الصلصال جوه الحتة دي هتتقطع بالقطر عادي. بصوا جبت مقص صغنطوطة اهو عشان اقصقص التفاصيل الصغيرة دي. تعالوا بقى نفتح القالب، يعني بس عندي حماس فظيع ان انا افتح القالب بتاع البومة. نمسح بس اثار اللزق، اللزق ما كانش نشف. انا عندي هنا ما خدش يوم بحاله. الصلصال ده طبعا يا جماعه هشيله على جنب عشان زي ما قلت لكم استخدمه تاني. انا عندي هنا نشف يمكن يعني في نص يوم حاجه كده، ما اخدش معايا يوم كامل. وبرده انتوا عارفين ان انا متسربعه، يعني ما بقعدش اصبر، فاول ما لقيت ان انا ممكن افكه فكيته الصراحه، ما استنيتش عليه. بصوا بيطلع بسهوله جدا من البلاستيك ومن القوالب الحديد، فالدنيا سهله جدا والله يا جماعه. جربوا اعملوا قوالب مميزه لشغلكم، الحاجه اللي انتوا بتعملوا منها اوردرات كتير اعملوا لها قالب، هتوفروا على نفسكم كتير. وزي ما انا قلت لكم كده اعملوا قالب للبومه من غير لبس، وانتوا بقى تقعدوا تلبسوها اشكال لبنوتة من غير لبس وانتوا تلبسوها وهكذا. وان شاء الله في الفترة الجاية برضو هنعمل قوالب مثلا بعرايس، قوالب بحاجات تانية مختلفة غير الصلصال الحراري. شايفين العين مسكت فيها ازاي؟ هي مسكت لان انا ما كنتش لازقاها، انا ما كنتش لازقاها ولا بصلصال سائل ولا بايبوكسي ولا باي حاجة خالص. كنت سايباها علشان انا الصراحة مش عارفة البومة دي انا لما هكملها هبقى محتاجة لون عينيها يكون ايه، فعشان كده الصراحة ما لزقتهاش. انا كنت حطاها بالاكتر علشان اعرف اخد مكان فراغ العين صح. لو انتم متابعين جداد ليا فاهلا بيكم في القناه، يا رب يكون الفيديو عجبكم. عندي فيديوهات كتير جدا، وعندي كمان فيديوهات لو انتم مش متوفر ليكم السيليكون رابر، هتلاقوا كمان في سلسله في اسمها السيليكون قوالب بالسيليكون، هتلاقوا كمان بانبوبه السيليكون، هتعملوا احلى احلى قوالب بجد وسهله جدا ومن غير تكلفه. في فرق طبعا بين قوالب السيليكون رابر وقوالب السيليكون الانابيب. السيليكون رابر يعني جودة اكتر، بتقعد فترة اكتر القالب، بس في الاخر اللي مش عارف يجيب سيليكون رابر تقدروا تجيبوا الانبوبة وتعملوا بيها احلى شغل. اتفرجوا على الفيديوهات هتفيدكم، تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة، تفعلوا الاختيار على اختيار كل عشان يوصلكم دايما فيديوهاتي والتجارب والاختراعات والحاجات اللي انا بحب اعملها وانتوا بتستمتعوا معايا. ما تنسوش كمان تكتبوا لي كومنتات ورأيكم في الفيديو ده ايه، واكتبوا لي كمان ان انتم متابعين جداد وان شاء الله مكملين معانا في القناة. اما بقى الداعمين الكبار جدا ليا، انا سعيده جدا ان انتوا بتتفرجوا على الفيديو، يا رب يكون عاجبكم. متنسوش تعملوا لي لايك وكومنت، ومتنسوش تكملوا الفيديو عشان ده اكبر دعم ليا.
خلاص شايفين يا جماعة، انا بحاول اشد الاطراف كده معايا وبقصقصها علشان انظف الشكل بتاعي كله ويبقى تمام. وفي كده زي ما وعدتكم ابقى عملت معاكم قوالب من السيليكون رابر لاستئصال حراري وللريزن، ولسه تجارب جاية كتير من السيليكون رابر، وان شاء الله كمان لما اجيب جديد من مصر هعمل لكم فيديوهات مخصوصة وهتشوفوا حاجات حلوة جدا هتعجبكم. ويبقى كده القوالب بتاعتنا خلصت وان شاء الله نقدر نستخدمها، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات كمان واحنا بنستخدمها. استنوا فيديوهاتي الجديدة، تنسوش اللايك والكومنت. شكرا لدعمكم، سلام عليكم.